السلام عليكم، يا هلا فيكم في ميمو كيتشن. شهر مبارك علينا وعليكم يا رب، واليوم جايتكم طبخة جديدة. بسم الله نبدأ. ملعقة ثوم مطحون، بعد ما دبل البصل حنحط الدجاج المفروم. هنا حنحط شوي شوي، حنقلب لما تحس انه يتجانس مع بعض. ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة بهارات مشكلة، هي ملعقة شمر وهيل، هنا الملح على حسب ما تبغي، ملعقة صغيرة فلفل احمر، ملعقة صغيرة كركم. هنا لما حسينا ان الدجاج خلاص نضج حنحط الجزر المبشور عليه والفلفل الرومي بعد ما تقطع. هنا حنخليها على النار مدة من 5 لـ10 دقائق وبالعافية عليكم. لا تنسون تضغطون زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جديدي أول بأول.